نبنيو نرجعوا الامل للشباب نتاعنا والايمان في بلادهم. هذا من بين وعود اليوم لديه رمزيه كبيره عند الجزائريات والجزائريين، وهو يوم التضحيات من اجل الاستقلال الوطني. احداث 20 اوت 1955 وانعقاد مؤتمر الصمام 1956 هما حدثين بارزين يخلدهما التاريخ ويخلد معهما تضحيات شباب، تضحيات الجزائريين والجزائريات من أجل انتزاع الاستقلال الوطني. اليوم نحن ونحن هنا في هذا المكان الذي عنده رمزية كبيرة ولنا في هذا النصب التذكاري المخلد لكل هذه التضحيات نستذكر هؤلاء الأبطال ونستلهم من تضحياتهم لبناء جزائر الغد، جزائر تكون مستقلة سيدة، جزائر قوية بكل بناتها وأبنائها. نعطيو الفرصة لبلادنا باش تقوى، نعطيو لبلادنا باش توفر الشروط للناس باش يعيشوا في عز وفي كرامة. عندنا من الثروات، عندنا من الخيرات واش يمكن كامل الجزائريين والجزائريات باش يعيشوا في كرامة. حنا قلنا عندنا برنامج الإصلاح السياسي باش يكرس الديمقراطية، الإصلاح السياسي باش يكرس التوازن بين السلطات، الإصلاح السياسي باش يعاود يرجع السيادة للشعب، وإصلاح سياسي اللي يبني دولة الحق والقانون. وقلنا في الجانب الاجتماعي عندنا نظرة باش نقويو ونحسنو من ظروف المعيشية تاع المواطن، نرفعو من الأجور إلى وفقنا ربي، نعاودو نرجعو الحق في التقاعد المسبق، نعاودو نرفعو ليزالوكاسيون فاميليال 3000 دينار عن كل طفل، ونعطيو منحة للجميع، يعني طلبة نساء الماكثات في البيت ولي شومور ب 20000 دينار أي نص السميك. السميك حنا نلتزموا باش نرفعوه ل 40000 دينار ان شاء الله. وعندنا مصادر قوي، عندنا مصادر قوي، ونبنيو اقتصاد قوي، اقتصاد قوي خلاق للثروه.